الله يا رب. دقيقة يا حج شو ترى خاتم كمان يا اخوان تفرجوا هيك هاي وحدي اصمليات مكتوب عليها اسعد الله اوقاتكم من اجمل المتابعين واحلى المتابعين بالكره الارضيه كامله. جماعه الخير قبل ما نبلش باي كلام بدنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. جماعه الخير انا بشكر اخواني واخواتي اللي وقفوا معنا وقفه الاخ وقفه الرجل الواحد وبشكر اخواني واخواتي على التواصل الاجتماعي كامل. والعم ابو حيار اليوم في عنده لغز يا اخوان لغزه تكمل للخريطه اللي كان معه وهو راح يسولف لكم من ليله. جماعه الخير لا تنسونا من اللايك الاشتراك التعليق الحلو مثلكم. وانا بشكر جماعه التواصل الاجتماعي كامل من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي بترفع الراس فعليا وانا بكبر بوجودكم اقسم بالله كتاب الله انا بكبر بوجودكم. والعم ابو حيار راح اترككم اسمعوا هاي مقدمه الفيديو وراح اترككم على عم ابو حياري. خليكم يا اخوان معنا. هلا والله باسد البر العم الغالي العم ابو حياري حبيبي الله يسعد قلبك ابوي. الله يسعد قلبك حبايبي قلب. الله يسعد قلبكم جميعا وبحييكم تحيه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حبايبي بخصوص الكتاب اللي حصلنا عليه عن طريق الختياره الحمد لله حصلنا عليه كل اريحيه والحمد لله رب العالمين. والكتاب توجهت به للختيار الالغاز والحمد لله انبسط ختيار الالغاز انه حصل على الكتاب. والكتاب يا اخوان مخفي به اسرار كثيره ان شاء الله راح اشرح لكم عن هذا الكتاب وشو المغامرات اللي فيه والالغاز اللي فيه والروايات اللي فيه فعلا يا اخوان تفوق الخيال حسب كلام الختيار. لكن رجعت للختياره اللي موجوده بالجبل يا حبايبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هاي امنا ام الجميع اكبارنا لهم الاحترام والتقدير والمحبه أكيد. كل جميع المحبه دائما لهم هم اللي ربونا هم اللي تعبوا علينا الاحترام والمحبه لكل جميع اكبارنا دائما هم الكبار واحنا بنكبر بيهم اكيد أكبارنا. اكيد طبعا والله يسعد قلبكم جميعا حبايبي. طبعا مغامرات الالغاز والروايات والقصص القويه ان شاء الله راح استنى تعليمات الختيار الالغاز مجرد ما حصلنا على الكتاب راح نمشي بيها بالايام. طبعا مغامرات الالغاز والروايات والقصص القويه ان شاء الله راح استنى تعليمات الختيار الالغاز مجرد ما حصلنا على الكتاب راح نمشي بيها بالايام المقبله حسب ما يعطيني الختيار الالغاز راح اتوجه للمكان اللي راح يوجهني ختيار الالغاز مشان تكونوا بالصوره يا حبايبي. اليوم انا معي خريطه من زمان من الخرائط اللي كنا نطلعهن يا حبايبي وعلما انه المنطقه اللي راح نفوتها اللي هي راس الاسد راس لازم نصل راس الاسد. راس الاسد يا اخوان في إنه لغز ان شاء الله نقدر نحله على راس الاسد هذا بمشيئه رب العالمين. راح نتوجه لهذا الراس الاسد ان شاء الله وراح اشرح لكم عن راس الاسد وشو يخفي من الاسرار ورموز الاسرار وين راح يوصلنا راس الاسد وشو العلامات المخفيه يا حبايبي راح كله راح اشرح عنه بكل تفصيل. راس الاسد بالزمانات مريت من عنده فعلا يا حبايبي الراس الموجود اللي انا اليوم راح اشرح عنه وراح افك لغزه بمشيئه رب العالمين ان شاء الله. علما اني هذا شفته قبل هيك يا حبايبي صراحه بس ما كان لي هدف عليه لغز. ما كنت انا اجهل الخراط انا ما بعلمش صراحه. الختيار الالغاز قال لي في راس اسد 1 2 3 حسب الخرائط الموجوده. قلت له هذا شفته يوم من الايام كنت مغامره ومريت من عنده وموقعه عارفه يا حبايبي. يا حبايبي ادعونا وهمتكم دائما معنا وراح نتوكل على الله ونخوض هاي المغامرة. الله لا يضر حدا ولا يضرنا ان شاء الله. وراح نتوجه يا با عدي خلنا نتوجه وعلما انها قريبة لبيوت هذا الراس ومناش يطلع علينا ناس هناك كونها بحواليها بيوت يا حبايبي ان شاء الله انهم ما يفزعوا علينا خاصة مع الدق او اي اشي تسويه بجوز يهجموا علينا جيران يطلعوا علينا ناس. أيوة. الله اعلم يا حبايبي ادعوا لنا ويسعد قلبكم جميعا. خلينا نتوجه يابا لراس الاسد خلينا نعرف شو مخفي من السر وان شاء الله نقدر نفك رموز العلامات والاشارات للراس وراح نشرح لكم عنه شو معنى راس وشو مخفي من الاسرار يا حبايبي. توكل على الله يابا. يلا خليكم يا اخوان معنا نعرف شو اسرار باطن الارض يا اخوان. خليكم معنا سر راس الاسد يابا. سر راس الاسد اسمه. نعم تمام ان شاء الله مجرد ما اصل راس الاسد بمشيئه رب العالمين راح اشرح لهم عنه وشو يخفي الراس وليش الراس موجود بالمكان وشو مخفي شو مخفي من الاسرار ان شاء الله. يلا توكلنا على الله يابا طلت الكشاف. يلا خلينا نقول يا رب.
يا رب يا الله. يا الله. طب حج في انارات فوق هو خلف البيوت من فوق ولا تحت ولا وين بالضبط؟ الخريطة معي بلا شكون نسيناها بالسيارة. يا حبيبي الحمد لله انا معك، انه الواحد له تقريبا ساعة ونص قاعد بمشي. يا رب يا الله. نقول بسم الله توكلنا على الله بإذن الله. يا رب يا الله. والله يا ابو هذا يوم من الايام اني مريت من جنب الرص شايف هاي اليوم توجهنا على لغز إله. سبحان الله كيف النصيب. والله الإنارات قوية فوق. يا رب يا الله. تحتاجينا وين موقع الرأس الأسد هذا؟ يا رب يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا رب يا الله. يا رب يا الله. يا رب يا الله. وين هيو مبين؟ وين راس الاسد؟ هون هيو هذا اضوق عليه. هيو هيو ايوه هذا هو. ايوه قرب عليه زوم. يا الله سبحان الله كيف يعني يا ابوي هذا هو الاسد؟ هذا هو شايفه؟ هذا راس ولا اسد كامل يعني؟ هذا يابا ارجع لورا شويه تمام. ها هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خليك مضيلي. ها أنا مضيلك أبوي. هذا رأس الأسد. هنا شو هذا؟ جرن. هذا جرن طيب. تمام. هسا عندي هنا انا عندي راس اسد. تمام تمام. طبعا راس الاسد بتم مفتوح من هون وعندي عين واحدة. اها العين وين متوجهه؟ متوجهه بالجال. هذا عندي بصمه هون جرن. هذا جرن بصمه تثبيت للعين. ليش؟ انه جاي الاسد بعين واحدة. هسا الاسد هنا ما له عينين تنتين. عندي عين واحدة باتجاه البصمه. صليت على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. وعندي ثم فاتح هون بناس كاسروا من هون زقمه هي موجود مكسور. ايوه هسه عندي العين هاي على البصمه هاي موجودات هون. لازم يجي عندي هدف. ليش؟ انه عندي هدف العين اللي هي باتجاه ها. هسه عندي هنا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي لازم يجي غاد عندي جرن بصمه تثبيت للعين اللي مباشره اللي جايه نهاية التلة اللي موجودة هون. تمام. عندي هون تثبيت جرن اللي هي بصمة. معناه بصمة هاي تثبيت للعين مباشرة. انه هون بربط عندي باتجاه البصمة باتجاه الجرن مباشرة. لازم تطلع عندي هناك علامة. لازم امشي. موجودة غاد. تمام. اللي هي بتدني على الاشارة على اتجاه العين مباشرة. ليش؟ انه عندي العين جاية بالاتجاه ها مباشرة باتجاه البصمة. هسا عندي بصمة تثبيت. اللي باتجاه العين لازم يطلع عندي بصمة تثبيت كمان جرن غاد او موقع هدف للاتجاه العين انه هذا يا براس اسد. لازم حلو. يكون واحد دقيق بالاشارات ورموز العلامات يقدر يصل هدف. اكيد. تعال. يلا خلينا نقول يا رب. خلينا نشوف بالاتجاه اللي هي العين باتجاه الجرن البصمة التثبيت لازم يطلع معي هدف مباشرة غاد. يلا. تعال. أه. احسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين؟ السلام عليكم. حبيبي مينة. شلونك؟ مين هذا؟
رابي ناس هذول باقيين يراقبوا بينا شكلهم والدور فوق يزعلهم ومن صوتك يابا من صوتك تنزل السلام عليكم من صوتك يا ابوي كيف حالك يا اهلا بيك شلونك كيف الله يسلمك والله بي لما لين الدنيا سيارة بصات فوق العالم صفت الله يرضى والله خير الحمد لله الله يسعد قلبك ترى احنا جايين هون في راس وفي خريطة معي ونفك رموز علامات وإشارات وان شاء الله بلكي طلعنا شغلة وهدية يعني زي ما نقولوا هو قد ما اجوا هون محل ناس بس وقع الفاضي ما طلعوش شيء قد ما اجوا هناك على الفاضي ساعتين زين بروحوا ولا في شيء ولا في شيء ولا في شيء لا احنا ان شاء الله رايحين بك قدرنا نطلع ان شاء الله ونكشف المكان الموجود هون في ناس فوق كانوا بي شباب فوق صح والله اصحابي اصحابك السلام عليكم شباب يا هلا يا هلا الله يعزكم كيف اموركم الله يسلمك الله يحييك والله الناس اللي تمت يا اخوان تسمحوا لنا شباب احنا جايين مين هذا يا احنا جايين هون في خريطه شاركوا يا شباب هلا الله يعزكم طبعا احنا بدكم تسمحوا لنا احنا بنفك الغاز وروايات ومعنا خرائط والحمد لله رب العالمين بفك العلامات والاشارات وان شاء الله راح توجهت للراس هذا ان شاء الله بدل ما صرنا بعتبه بيوتكم وبعتبه دوركم بدكم تسمحوا لنا نكمل مسيرتنا ونشتغل هذا الموقع تسمحوا لنا تفرجوا علينا قاعدين اسمحوا لنا اقول لك شو قاعد بسولف يبحث يعني يطلع البسط الارض خلاص توكل الله يعزكم الله يعزكم اذا بتحبوا تضلكم موجودين حتى نخلص احنا يعني ضيوفكم ان شاء الله تسمح لنا يا والله اجوا ناس كثير هون اجوا ناس كثير بحثوا يعني زي هيكم وكله هذا يعني كله على الفاضي ها ما نشوف اذا اتوكل على الله ابحث ما نشوف انك والله انا حضرت مغامراتك يعني شفت مغامرات انك تبحث وبتطلع والله اجوا ناس كثير بس يعني بيجوا المغامرين خلافك وما كله عشان فاضي بس انا اني حضرت لك وشفت مشاهداتك يعني توقعت انك ان شاء الله وجهك تكون منيح الله يعزكم الله يعزكم الله يعزكم الله يحييكم بدكم تسمحوا لنا ان شاء الله بدنا نكمل مسيرتنا نشرع عن علامه وان شاء الله اذا طلعت لنا هديه بدكم تسامحونا بيها اذا طلعت معنا يعني ان شاء الله هذا عم بحيا خالي اسد البر لو احياني الله يعزك طلعوا متابعين يا اخوان الله يعزك يا عمي واحد منهم متابعنا والثاني باقي يتابعنا الله يعزكم تسمحوا لي ها واثنين بيعرفوناش والله انا كنت اتابعه يعني نقول لك كنت تابع شايف هذا اختيار طبعا يا حبايبي زي ما شرحت على العلامات انه الراس باتجاه العين سكروا الدار يا اخوان ضغط الهون ابصر مين هذول الشباب هون اجوا خلص انا كبير يلا كمل يا ابوي شرحك طبعا يا حبايبي زي ما شرحت انه العين بتطلع من بحياري والبصمه بتشيرني انه فيه جرن موجود غاد او علامه تيجي على نهاية الصخر هذاك اللي باتجاه العين اللي هي الراس الأسد يا حبايبي تعال خلينا نشوف هالإشي هذا إن شاء الله نطلع معنا ما نتغلب ولا نهلك إن شاء الله تعال إن شاء الله قول يا رب أنا ما إنشنت رميت هاي الشنطة والله ما شاء الله المنطقة كلها صحيت علينا جت يا أبوي ربي الله باتجاه العين فرد قفلي على الجرن هذا يا أبا تعال بسم الله الرحمن الرحيم تعال اقفلي هون تعال اقفلي هون تمام انا استبدل اروح على راس الاسد غاد شبي انا هون وماله بصر معلي الكشافات لا بس مجيب يابا ها يعني بقرب عليك زوم شايف العين بينه بينه تقدر تعمل عليه زوم زوم قوي ما بتزبط معي يلا خلينا نكمل بين الراس مبين الراس نعم طيب هسه هون عندي ايوه مستواي يا اخوان طيب. انا عندي هون الان عندي هون جرن تمام العين الراس الاسد شارتني مباشره انه في جرن في المكان هذا تمام تمام عندي بصمه موجوده هون هيها حلو ماشي وعندي هون بصمه باتجاه هون تمام يعني انا عندي هون موقعين حلو في هدية إنه
وفي منطقة كنزية. كيف الكنزية؟ الكنزية من قمق الجرنها وطاره بعد 5 متر لموقع هذا، 5 متر ل 4 متر تقريبا قطر اللي عندي الجرن هاب هذا بشير على قبر موجود بالمحيط هاب. تمام ماشي تمام باتجاه البصمة. عندي أسا أنا هون هدية، كيف بدي أفهم رموز العلامات والإشارات؟ عندي اللي هي البصمة هاي موجودة هون باتجاه تقريبا 4 سنتي 4 متر تقريبا في المنطقة هاي مباشرة، لازم يطلع عندي هيك. علامة موجودة هون. يلا خلينا نشوفها. هاي واحد طف ضوك. اثنين ثلاثة أربعة تمام. تعال صور لي من هون. يلا هاي بصورها. تعال حابين تطلعوا شباب على الكاميرا؟ لا 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 الله يسلمك. أنا بس نتفرج عليكم يعني. أيوة. طيب. عندي طلع جرن جرن وجرن زي نظام الهلال. تمام. ماشي. عندي حلو حلو. تفرجوا يا أخوان. جرن جرن زي نظام الهلال بجرن تمام. مباشرة جرن تمام. رقيق جدا. يعني أنا عندي هدية موجودة على الصخرة هاي. طب عم أبو حياري، طب كيف عرفت إنه بي علامة هنا وبي جرن طبعا بالموقع؟ نعم. يعني لا معك جهاز ولا معك شيء، طب كيف عرفت؟ أنا بفك رموز العلامات والإشارات وراح أشرح لك عنها إن شاء الله بعد بس ما أنهي التصوير، وخليك أنت على الحدث وراح تشاهد إن شاء الله وتشوف هذا الإشي قدامك. بس أنا عندي خف. خف. الخف هو تثبيت للصخرة إنه أنا عندي موقع وعندي هنا اللي هي هدية مباشرة. ليش؟ أنا عندي جرن أعطاني قياس 3 متر أو 4 متر لاتجاه الصخرة هاي، وعندي كمان بصمة تثبيت اللي هي قبر عندي مباشرة بالأرض السهلة الموجودة غاد للعين اللي هي الكنزية. طبعا الهدية بدها تكون للصخرة هاي. كيف هسه أنا بدي أعرف إنها هون موجودة؟ عندي طبعا أنا عندي هون هدية إن شاء الله نقدر نطلعها. طبعا أنا عندي هدية جاية هيها خفة أصابع، يعني جاية مباشرة تحتيها تحت الهدف هاي العلامة مباشرة. تمام. عندي هون الخف جاي، وعندي هون مربط تنفيسه بيجي تنفيسي إلها مباشرة حسب السيال الموجود هيو. تمام. تشوفوه حسب سيال، وعندي ضربات إله بصمات، وعندي هاي تنفيسي متى تكون تحت باطن الأرض. شايف؟ أيوة. هاي تنفيسي للمكان الهدية الموجودة تحت الصخرة هاي مباشرة. هسه راح إن شاء الله راح نشتغل هون إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تكون هديتنا موجودة، إذا مش موجودة بتكون طالعة هالهدية ورايحة، بس إن شاء الله إنه يا رب انك ما ضيعنا تعب ومشوارنا اللي ضربناه، وان شاء الله انها نطلع لنا هديه من هاي الصخره بمشيئه رب العالمين. يعني سوى موقعك ابوي؟ طبعا موقعي تحت الارض هاي مباشره. غمق قديش تقريبا؟ تقريبا قد شو معنى عدي؟ والله ما اعرف يا ابوي. هي شوف العده اللي معك، هي شنطه افتحها قدام الناس ورجيهم العده اللي معك. والله يابا خلينا افحص اشوف بيه فراغ اول شيء للتاكد. طيب اتاكد هذول اللي هن مكان الفراغ، اذا في فراغ موجود هون بس تمام. خلينا نرجع لورا عشان اصورك. تفرجوا يا اخوان. بسم الله. تفرجوا يا اخوان كيف غز على قافيه للسياخ تربه الارض. هذول مشان يعطيني جاذبيه اكثر، شحنات جاذبيه للفراغ لبطن الارض يوم غزهم بالتراب. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جابني هون، نرجع هون. يا رب يا الله صورك بس مزبوط. أكس عندي هون. أكس هون؟ نعم، أعطاني فراغ إنه تحت الصخرة هاي يوجد فراغ. حلو. ماشي؟ تمام تمام، إحنا معك. طبعا السياخ دائما بعطي الفراغ. في عندي شباب عندكم فوق؟ في تقدر تجيب لنا فاس وميترفة شغله زي هيك؟ تبشر. الله يعزك عمي. ترى الشباب يطلع هون يابا. يلا يا ابوي. ها بسم الله اخوان. طبعا مباشره
الأرضية طينة. وشان هيك. يا رب يا الله. قال اجى الشاب اللي معه الطريات هذا. ايوه طرية او فاسل الامام بحيرة طلب منه. هاي نزل من غد. هاي جا جا جا. اجى يا حج. هاي. يخرب عليك. بلاطي يا اخوان شايفين. يا رب يا الله. كمل كمل يا ابو الفاس في الطريق معك. بلاطة شايف في بلاطة. ما شاء الله يا اخوان اما بحيرة كبت بيها جاهز. يا الله الله امانك فضيلي يا ابو. انا وضعت لك شو بيه؟ يا الله تعال شوف. يلا هني جاي. وديني هون جوا. دقيقة. بسم الله. زحك يا حج شوف. شو أصور؟ شو فيه؟ هي. دقيقة دقيقة دقيقة. شو؟ حجر أبيض هذا. هي عظم. يا حبيب الله. شايف يا خال؟ هي 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 دقيقة تعال تعال شوف يا خال تعال بلا يا ابعد ايدك شوي خلي يجي هون. تعالوا شباب حابين شوفوا تعالوا شوفوا شو لقينا تعال شو هذا؟ طل تفرج يا هلا الله طل تفرج يا خال شايف؟ بسم الله الله اكبر شوي يا حجة شو هذا؟ يا الله شو يا الله سبحان الله كيف يا اخوان شفت كيف يا خال ابو حياري هاي ذهب لا هاي انتيك مش ذهب تفرجوا يا اخوان كيف يا صوت دق دق فاضيلي هون اخوان شايفين عظم بي في كل شيء جوا شو هو؟ شو هاي زي هاي؟ شو هاي حلزون ولا شو؟ داري حلزون أشوف شو هذا اللي بيها؟ شو هو؟ شي أسود؟ يكون تبر شو تبر؟ يا الله يا رب يا الله هاي ذهب شو ها؟ هاي أصمالية يا سلام اسمع بدل ما تصير جاي هون عمي هاي مني هدية لك الله يسلمك تعطية الله يسلمك يخلف هيا راس والله وسامحونا لا الله يسلمك هاي اللي معاك مين بدك هاي للختيار الغاز شوف بيها شي كمان تفقد يعني بدك تسلمها للحكومة لا هاي للختيار هاي هاي واحدة كمان ما شاء الله طيب حطها هون خصور للعلم بس تفرجوا يا اخوان انتيكة هاي فضيلي هون
يا رب. دقيقة يا حج شو طلع حار طلع خاتم كمان يا اخوان تفرجوا هاي كمان هاي وحدة اصمليات مكتوب عليها عام 1329 عام 1327 هي قطعتين قطعتين وهي خاتم وهي قطعة مع الخال كمان هاي ثنتين إنا ومع الخاتم وهاي همنا هدية إلك يا عمي الله يخدم عليك هاي هن هاي هن يا الله وهي هن يا الله خلنا نتوكل على الله يابا يلا خلنا نقول يا رب طبعا يا حبايبي إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالمغامرة ويسعد قلبكم جميعا والحمد لله المغامرة تمت وما فيها مضرة من المجاورين الحمد لله هواية أجوا مغامرين قبل هذا وكانوا يدوروا أنا كنت أتمهز عليهم يعني أشبتك أنت حضرت لك الفعل طلع